بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الهموم التي قد تعتري المسلم أحيانا من أزمات دين أو أمراض أو ما شابه ذلك، كيف، ما هو السبيل في عودته إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الهم وهذه الوساوس كذلك وهذا العجز الذي موجود؟ هو لابد أن يوطن الإنسان نفسه أن الدنيا دار بلاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله، وأن الله جل وعلا لم يمنع هذا عن أصفيائه الكبار من رسله العظام، فمن باب أولى أن لا يمنع من غيره. لكن علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال تختلف الكروب، كروب على مستوى الأمة، كروب على مستوى الفرد، كروب مالية، كروب أسرية، فبعضها يعالج بالحكمة، بمعنى أنه في الدين كيف يعالجه، في الشحناء مع القرابة كيف يتحملها. لكن مع ذلك لا بد له من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وقد جاء الشرع بأدعية تناسب كل حال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، من غلبة الدين وقهر الرجال. وفي الحديث كذلك، اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، وغيرها مما مفصل في كتب الأذكار كصحيح الوابل الطيب للعلامة ابن القيم رحمه الله، وكتاب الأذكار للنووي، يعني ما صح فيه، ما إلى ذلك من الكتب التي جمعت في هذا الباب، حسن المسلم للشيخ سعيد القحطاني وغيرها من الكتب النافعة في هذا الباب، تقرأ ويعرف الإنسان الأذكار. لكن لا بد أن يوطن الإنسان نفسه للابتلاء وأن يصبر ويحتسب. والله جل وعلا يقول لما ذكر الصبر قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. كثرة الصلاة مع التجلد والصبر تجعل الأمر يقل، ولا بد أن يعلم أن المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر، فتوالي الأيام برحمة الله وفضله كفيل. والإنسان إذا ركن نفسه أو حبسها في موضوع معين سيطر عليه حرمه ذلك من منافع عظيمة كثيرة في حياته. لكن توكل على الله، اعزم، استقدر الله خيرا، استخر، أكثر من الدعاء، اسأل الله التوفيق، قد تخشى شيئا وفيه منفعتك، وأشياء كثيرة دل عليها القرآن، دلت عليها السنة، هذا كله العلم بالحق. ثم الإنسان يوطن نفسه على هذه الأحوال ويعلم كما قلنا في أول اللقاء في أول الكلم أن الإنسان لابد له من أن يعلم أن الحياة أصلا مبنية لم تكتب على جزاء، لم تكتب راحة، لم تكتب عطاء، وإلا ما منع منها أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلم. في الحديث: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. والإنسان لما يرى متاع الكافر على كفره يعلم أن الدنيا هينة على الله.